مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم من جديد في مادة التاريخ للصف 11 أدبي. درسنا لهذا اليوم هو المرحلة الثالثة، انتصار الحلفاء عام 1918 ونهاية الحرب العالمية الأولى. لا بد أن نستعرض الأهداف، أهداف الدرس. أولا، أن يعدد الطالب معارك المرحلة الثالثة من الحرب العالمية الأولى عام 1918. ثانيا، أن يفسر الطالب استسلام ألمانيا في الحرب العالمية الأولى عام 1918. ثالثا، أن يستنتج شروط الهدنة بين الحلفاء وألمانيا بعد الحرب العالمية. مراجعة لما سبق وكتمهيد لدرس اليوم، نطرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، بما تفسر تسمية الحرب العالمية الأولى بهذا الاسم؟ الإجابة طبعا كانت أولا لأنها حرب قامت على أكثر من قارة، وأيضا اشترك فيها العديد من دول العالم. ثالثا، لطول مدتها والتي استمرت 4 سنوات. ورابعا، بسبب نتائجها المدمرة على جميع الأصعدة. سؤال آخر، ما أهم أحداث المرحلة الأولى من الحرب العالمية الأولى؟ كما مر معنا من خلال المراحل السابقة، المرحلة الأولى ركزت على المعارك التي دارت بين الدول الأوروبية. أما السؤال الذي يليه، ما أهم أحداث المرحلة الثانية من الحرب العالمية الأولى؟ كما أسلفنا أيضا، كانت أهم أحداث تلك المرحلة الثانية هي دخول الولايات المتحدة الحرب وخروج روسيا من الحرب، وذلك بسبب نشوب الثورة الروسية. السؤال الأخير، وهو مدخل لدرس اليوم، ما اسم المرحلة الأخيرة من الحرب؟ انتصار الحلفاء. عزيزي الطالب، الرجاء الاطلاع على الكتاب صفحة 141 من خلال الخريطة. نطرح السؤال الآتي، ما اسم المعركة التي وقعت عام 1918 ميلادي؟ شاهد وأجب. عزيزي الطالب، تأمل هذه الخارطة الموجودة أيضا في كتابك. إنها معركة المارن الثانية. معركة نهر المارن الثانية وقعت منتصف شهر يوليو من عام 1918 قرب باريس، وانتهت بانتصار الحلفاء، وكانت خسائر ألمانيا فادحة. وتعتبر المعركة نقطة تحول، حيث تقدم الحلفاء بعدها بثبات نحو النصر وحسم الحرب العالمية الأولى لصالحهم. هناك معركة أخرى جرت، وهي معركة ريمس 15 يوليو حتى 6 أغسطس من عام 1918، حيث كان القائد الأعلى للقوات الألمانية أريش لودندورف قرر شن هجوم آخر من شرق ريمس وغربها في عملية خداعية للحلفاء، وذلك لإجبار فرنسا على سحب قواتها، غير أن الجنرال الفرنسي آنذاك كان قد توقع ذلك الهجوم وأعد له عدته. ولاقت القوات الألمانية مقاومة غير متوقعة، وجابهت هجمات معاكسة قوية. ومع أنها تمكنت من عبور نهر المارن في عدة نقاط،
إلا أن نجاحها كان محدودا، في حين اضطرت القوات الألمانية إلى الارتداد إلى ما وراء نهر المارن مرة أخرى، وقد أفسد هذا الهجوم المعاكس خطط لودندورف للقيام بهجومه الحاسم، وحصدت أرواح 160,000 جندي. لاحظ عزيزي الطالب، المعركة التي تلي معركة المارن الثانية هي معركة أميان، وكانت في نفس العام أي عام 1918. ما اسم المعركة كما طرحنا التي وقعت في فرنسا بعد معركة نهر المارن عام 1918؟ إنها بالتأكيد معركة أميان. قام الحلفاء في 8 أغسطس عام 1918 بهجوم على ألمانيا، حيث أجبر الجيش الألماني على التراجع والانسحاب خلف الخط الدفاعي هندنبرغ الحامي للأراضي الألمانية، ولكن الحلفاء تمكنوا من تخطي ذلك الخط الدفاعي. معركة أميان جرت في 8 أغسطس واستمرت 5 أيام، وقامت قوات الحلفاء بهجوم ناجح، وهي المعركة الافتتاحية لهجوم 100 يوم، وأجبر الجيش الألماني على التراجع خلف الخط الدفاعي هندنبرغ الحامي لأراضي ألمانيا، ولكن الحلفاء تمكنوا من تخطيه، وكان آخر هجوم للحلفاء في نهاية شهر سبتمبر من عام 1918، حيث اشتركت قوات أمريكية مكونة من 1,000,000 جندي مع قوات من فرنسا وبريطانيا في قتال شرس لتجبر القوات الألمانية على الاستسلام. نطرح سؤالا مهما، وهو اذكر شروط الهدنة بين الحلفاء وألمانيا، طبعا بعد نهاية الحرب وانتصار الحلفاء. الإجابة: انسحاب الجنود الألمان خلال 15 يوما عن جميع الأراضي التي يحتلونها. ثانيا: تسليم ألمانيا أسطولها الحربي وجميع غواصاتها وأسلحتها إلى الحلفاء. وأخيرا وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى، نطرح سؤال كغلق ختامي للدرس: ما النتيجة الرئيسية للحرب العالمية الأولى؟ النتيجة هي انتصار الحلفاء. وإلى أن نلتقي في درس جديد، نسأل الله أن تعم الفائدة على الجميع. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.